الآن إلى المغرب والذي يمثل نموذجا آخرا للإصلاح السياسي في المنطقة العربية، حيث حملت الانتخابات أحزابا جديدة تحمل رؤية حول تحقيق النهضة الاقتصادية. كيف ستتعاملون معالي الوزير مع قضايا الفقر والبطالة وما يقال عن الفساد وعدم تكافؤ الفرص في الاقتصاد المغربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة المديرة، سيدات والسادة، لا شك أنكم سبقني مواطنين آخرين من المغرب تكلموا عن النموذج المغربي. سألخص بسرعة أن النموذج المغربي كان هو طبيعة الحال تعامل بطريقة أخرى مع الربيع العربي، ولكن كملخص هو نموذج للإصلاح في إطار الاستقرار، ولكن إصلاح حقيقي وتغيير حقيقي ويفتح الآفاق على تحديات حقيقية بالنسبة للحكومة المنتخبة والشرعية، والتي أتت بها صناديق الاقتراع في إطار هذا التغيير الذي أصفه بالتغيير الحقيقي. بحيث الدستور الجديد، لن أتحدث عن الجانب السياسي، سأركز عن الجانب الاقتصادي والاجتماعي. الدستور الجديد وضع تحديات جديدة على الحكومة باعتبار أنه كرس مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كرس نموذجا جديدا في الحكم من خلال تكريس الحكامة الجيدة، وكرس كذلك مجموعة من الإصلاحات الكبرى. في إطار هذه التحديات وما فتحه الربيع العربي من انتظارات شعبية حقيقية ومن يقظة للمواطنين ويعني تعبئة كاملة للمواطنين في إطار الإصلاح وفي إطار التغيير، إذن هناك انتظارات للمواطنين، انتظارات للشرائح ولا سيما الضعيفة والمهمشة. في الجانب الآخر، وللأسف أن هذا الربيع العربي للأسف جاء في وضعية اقتصادية ومالية دولية صعبة، بحيث أننا نشعر بتأثيرات حقيقية سواء على الموازنة أو سواء على الاقتصاد، وبالتالي هناك انتظارات كبيرة وهناك يقظة كبيرة من طرف المواطنين وهناك تحديات دستورية من ناحية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. في المقابل هناك كذلك وضعية وحدة الأزمة الاقتصادية والمالية، لكن مع كل هذا الحكومة المنتخبة في إطار الدستور الجديد من الواجب عليها أن تستجيب لمجموعة من التحديات، وهي أربعة وقد انطلقنا في هذا الإطار. أولها تكريس الحكامة الجيدة، بحيث أن الربيع العربي كما عاشه المغرب جاء أولا وأخيرا بشعار كبير هو محاربة الفساد ومحاربة الاستبداد. الفساد أولا في الجانب الاقتصادي، هناك ريع اقتصادي في مجموعة من القطاعات الاقتصادية، الحكومة تصدت لها من خلال برنامج للإصلاح، يعني أن تصبح هذه القطاعات خاضعة للشفافية، خاضعة لضفات التحملات، خاضعة للمنافسة. ومن بين المؤسسات الدستورية الأولى التي اهتمت بها الحكومة هي المؤسسة التي تتعلق بتكريس المنافسة الاقتصادية الشريفة وتكريس روح المبادرة، وكذلك المؤسسة التي تهتم بمحاربة الرشوة. إذن هناك جانب في الحكم الجيدة. كذلك اشتغلنا على نظام الصفقات العمومية، هو الذي من بين الأنظمة التي يكون فيها يعني الحكامة منخفضة بحكم أن النظام لا يخضع لشفافية كبرى، وبالتالي كذلك اشتغلنا على هذا الأساس من أجل تكريس المنافسة. هذا الجانب الأول للحكامة الجيدة، ولسيما في الشأن الاقتصادي. بطبيعة الحال أخذنا بقدر ما هناك انتظارات شعبية كبيرة، بقدر ما هناك يقظة شعبية كبيرة، كذلك هناك حس كبير عند المواطنين بالمسؤولية. انتهجنا لغة الصراحة فيما يتعلق بالأرقام الاقتصادية والمالية، فيما يتعلق بالحكامة الماكرو اقتصادية. أعطينا للشعب الأرقام الحقيقية المتعلقة بعجز الميزانية، بالعجز العجوزات الخارجية، وبالبرنامج الذي ستتعامل معه الحكومة في هذا. وكانت هناك حتى زيادة في المحروقات تقبلها الشعب على مضض. تعاملنا يعني بوضوح في جانب الأرقام وفي جانب الاقتراحات. إذن حتى الجانب الماكرو اقتصادي في الحكامة تعاملت معه الحكومة بكل جرأة وبكل شجاعة وبلغة الحقيقة وبلغة الأرقام، بحيث بقدر ما الشعب أصبح يطالب بالرأي، أصبح يطالب بالمشاركة، كذلك أصبح واعيا بحجم التحديات الاقتصادية
الاقتصادية والاجتماعية وأنه لا يمكن أن نستجيب لكل الانتظارات مرة واحدة. إذن هذا الشق الأول. الشق الثاني هو تسهيل الحياة للمقاولة بحيث نعتبر أن المقاولة الحرة والمبادرة والمواطنة هي أساس خلق الثروة، ولذلك اشتغلنا في برنامجنا ومن خلال مجموعة من الإجراءات على تيسير الحياة للمقاولة، أولا بدعم الاستثمار العمومي ولا سيما في جانب البنيات التحتية والبنيات الربط بين مختلف مناطق المملكة، ثانيا تيسير الحياة للمقاولة من خلال تشجيع الاستثمار الخاص فيما يتعلق بالجانب الجبائي فيما ولا سيما المقاولة الصغرى والمتوسطة، وكذلك في جانب التمويل. هذا الشق الثاني حتى أكون يعني سريعا. الشق الثالث هو وهو مهم جدا في خضم الانتظارات الشعبية، هو التقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وهذا مهم جدا لأن هناك مجموعة من الفئات المهمشة تركت لحالها بحكم أن مرة أخرى أن الأنظمة كانت لا تسمح بوصول هذه الشكاوى وهذه الانتظارات وبترجمتها في مجموعة من البرامج، وبالتالي هذه الفئات قلنا أنه لا بد من الاهتمام بها، بالرغم قد تكون المقاولة منتجة، قد تكون المقاولة منتجة للثروات وللشغل، ولكن مع ذلك يبقي النظام الاقتصادي على مجموعة من الفئات ومن المجالات مهمشة، وبالتالي لا بد للحكومة أن تهتم بها، وهو ما عملناه من خلال إنشاء صندوق لدعم التماسك الاجتماعي للاهتمام بمجموعة من البرامج الاجتماعية سواء في الجانب الصحة أو في جانب التعليم أو في جانب الهشاشة أو في جانب ذوي الاحتياجات الخاصة، الاهتمام كذلك بالمعالم القروي اللي يطلقون أخواننا في الشرق العالم الريفي، لأنه عالم يعاني من الهشاشة في جانب ربط البنيات التحتية وربط البنيات الاجتماعية. كرسنا في مقاربة جديدة مندمجة لتدخل الدولة من خلال مقاربة ليست بالقطاعية وليست بالقطاعية المحدودة فقط، ولكن مقاربة حكومية مندمجة أن تتخذ الدولة بمؤسساتها العامة وبجامعاتها المحلية في مراكز مهمشة من خلال برامج اجتماعية. المسألة الأخيرة وبهذا أنهي، إذا قلت الحكامة، المقاولة، تقليص الفوارق الاجتماعية، والمسألة الأخيرة واللي هي مهمة وعلى جانب أفقي يعني تعني الجميع، هي التطرق للإصلاحات الكبرى. وعندما أقول الإصلاحات الكبرى، الإصلاح العدل ومنظومة العدالة، لأن هذا أولا يخدم المواطن ويكرس العدالة ولكن كذلك يخدم المقاولة، إصلاح ضريبي بحيث يعيد مرة أخرى العدالة الضريبية، توزيع عادل للثروات، توزيع تنافسي وتقوية التنافسية للمقاولات. الجانب الثالث في الإصلاحات هو كل ما يتعلق بالإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية للمالية العمومية، بحيث الترسيخ النفقة العمومية ولكن فعالية ونجاعة النفقة العمومية، ترشيد النفقات العمومية والاهتمام بالنفقات المنتجة للثروات والمقلصة للفوارق الاجتماعية. إذن هذه الأربع تحديات أساسية التي نتطرق لها في إطار مرة أخرى إصلاح عميق وتغيير حقيقي في المغرب في إطار الاستقرار. وشكرا. شكرا لك معالي.